السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فندق حديقة الزهور المطلوب. طبعا هذاك شارع إبراهيم الخليل، هذا شارع التقوى. طيب ذاك نخرج دحين على شارع إبراهيم الخليل. طبعا شارع التقوى خلفي الان نزول. هذا شارع ابراهيم الخليل في اتجاه الحرم. هذا شارع ابراهيم الخليل. طبعا شوية كده يجي شارع الهجرة اللي صورناه قبل كم يوم، الذي تم تصويره قبل عدة أيام. طيب هذا هو شارع إبراهيم الخليل نحن ماشيين فيه، ومن بعده شارع الهجرة، ومن بعده نحن نشوف ايش هي. هذا سبحان الله البرج. منطقة الحرم. وكان الطلب طبعا شارع الهجرة أصبح على يدنا الأيمن، كان الطلب أن أشوف المسافة اللي يمشيها الواحد. أتوقع نص ساعة. هذه مواقف المسفلة على الجهة اليمنى. هذا جسر الخط الدائري الثاني. الآن نمر من تحته. طبعا الساعة الآن 12 ثانية عشر. طيب الطريق واضح انه مزدحم، لكن اعتقد زي كده وضحت المسافة الى الحرم. باقي المسافة انا اعتقد مشي نص ساعة، هذا ما اعتقده، لانه هنا الباصات بتاخذ اتجاه النزول فبتسبب في وقوف كل السيارات. ولا
طبعا انا ما بدي اعمل وقوف للتصوير وتكملة عشان تتضح. ما فيش هناك في حاجز مروري. في الأمام هناك في حاجز مروري. طبعا عدينا الحاجز المروري. طبعا شارع الإبراهيم الخليل صورناه كثير، فأعتقد انتو حفظتوه يعني. طبعا بعد هذا هو الحرم، ها بعد المبنى هذا. فالحجاج حيجوا من فين؟ ها من هذا الاتجاه، شايفينه؟ يكون الحرم الاتجاه من هناك. طبعا بصعوبة استطعنا يعني شو اسمه عبور للحاجز الثالث. طبعا الحرم من الجهة اليمنى من هنا. طيب كده ان شاء الله يكون اتضحت الفكرة والصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انه ما في زحمة كده لانه يعني كانت الحاجز هناك مغلق ويا دوب فتح فدخلت انا، عشان كده ما تشوف الزحمة هنا اللي هو ترى زحمة شديدة يعني. شبيكة جبل عمر، خلاص انتوا عارفين المناطق هذه كلها.